مرحبا بكم. تخيل أن تستيقظ في صباح أحد الأيام وأنت الرجل الوحيد في هذا العالم، وأن 54% من سكان العالم قد اختفوا واستبدلوا جميعا بالنساء. كيف سيكون العالم حين ذاك؟ هل سيكون أفضل أم أسوأ؟ الأهم من ذلك، ماذا سوف يحدث لك؟ دعنا ننتقل إلى الفيديو للإجابة على هذا السؤال. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. أن تستيقظ في صباح أحد الأيام وأدركت أنك الرجل الوحيد في هذا العالم، وترى أنه تم استبدال جميع الإعلانات المتعلقة بالرجال بإعلانات العناية بالبشرة. أصبح جميع قادة العالم من النساء، والنساء يحتلون المرتبة الأولى في جميع القطاعات التي كان يهيمن عليها الرجال. لكن كل هذه قضايا بسيطة، الشيء الرئيسي هو كيف سيستمر سكان العالم برجل واحد. إن مات 150,000 شخص كل يوم، سينخفض عدد سكان العالم إلى الصفر في 127 يوما فقط. ولكن لحسن الحظ، تظل أنت ويمكنك إنقاذ سكان العالم بمفردك. الشيء الوحيد المتوقع منك هو أن تنجز هذه المهمة بنجاح. قد تعتقد أن هذا مستحيل، ولكن حتى الثيران يمكن أن تنتج في بعض الأحيان أكثر من 100,000 ذرية. نعم، نحن نعلم أنه من الصعب جدا على الشخص للقيام بذلك من الناحية الوراثية، ولكن دعونا نعود قليلا بالأحداث للماضي. هل تعلم أن واحدا من كل 200 رجل ينحدر من نسل جنكيز خان اليوم؟ فقد أنجب جنكيز خان الذي رأس الإمبراطورية المنغولية وقتا ما الكثير من الأطفال، 1000 طفل بالضبط. حتى أنه من المحتمل أن يكون العديد من الذين يشاهدون هذا الفيديو من نسله. حسنا، بما أنك آخر رجل في العالم، يمكنك أن تكون جنكيز خان التالي، حتى يمكنك أن تكون أكثر نجاحا منه في هذا الصدد. لماذا هذا؟ نظرا لأنك الرجل الوحيد المتبقي في هذا العالم، واستمرارية السكان تعتمد عليك، فستكون أهم ثروة في العالم. ستنتج حوالي 70 مليون من الحيوانات المنوية يوميا، وستجعل حوالي 8 من النساء حوامل يوميا. هذا يعني أنه سيكون هناك 2920 طفلا بعد عام. وبما أنك الرجل الوحيد، سيكون لديك أهمية دولية. قد يعني هذا أنك سوف تسجن لأسباب أمنية. أما من الناحية العلمية، ومن أجل إنعاش سكان العالم بأسره، فهذا يعني أنه يجب عليك أن تحمل منك 8 نساء يوميا لمدة 34 عام. لن يكون لديك حق اختيار في هذا الصدد. بالطبع، فمستقبل البشرية متعلق بك. سيكون هناك تدفق شديد من النساء من جميع أنحاء العالم حيث تعيش بالطبع، فكل بلد يحتاجك لاستمرارية السكان به. ربما أيضا ستعيش تحت المراقبة والحماية المستمرة. ولكن هل لديك فرصة للتخلص من تلك الحياة التي تشبه السجن؟ عليك الانتظار حوالي 14 عام للتخلص من كل هذا، ولأن الأطفال الذين ستنجبهم لن يصبح لديهم القدرة على الإنجاب إلا بعد مرور 14 عام على الأقل، ووقتها لن تعد هناك حاجة إليك. ربما تعتقد أن هؤلاء الأطفال لن يكونوا مشكلة، ولكن في النهاية جميع أطفالك سيقللون بشكل خطير من كمية الحمض النووي في هذا العالم. هذا يعني وجود مشاكل يمكن أن تضر بنمو الأطفال ذوات الصلة بالقرابة. ولكن لسوء الحظ، سيحدث هذا في السنوات القليلة الأولى. ولكن فكر في آدم وحواء، بداية العالم. لقد نجح استمرار النسل في ذلك الوقت فصاعدا، وحتى بلغ عدد البشر 7 مليارات. لذلك مع مرور الوقت سيكون هناك المزيد من تنوع الحمض النووي، وسوف تنخفض علاقة القرابة تدريجيا. ماذا نقول؟ لقد نجحت في إنقاذ العالم وحدك. وفي الواقع لا داعي للقلق بشأن هذا الحدث، لأننا لن نصل إلى النقطة التي لم يتبقى فيها سوى رجل واحد في العالم، حيث أنه وفقا للبيانات منذ حوالي 6,000 عام كان هناك 17 امرأة لكل رجل لأسباب المناخ والبيئة. أما في الأزمنة الحديثة، فالسبب الأكبر لعدم التوازن بين الرجال والنساء هو الحروب. إذن ما رأيك في هذا السيناريو المثير للاهتمام؟
ماذا سوف تفعل لو كنت الرجل الوحيد في هذا العالم؟ كيف سيكون شعور العيش بين 7 مليار امرأة؟ لا تنسى مشاركة رأيك في قسم التعليقات، وكذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.